صباح الخير في منطقة المحرق حاليا، وجولة ثانية إن شاء الله نغطي فيها اليوم طريق اللولو. أول شيء جاء حليب. جو حلوة اليوم، السماء زرقاء شوية غيم. راح ندش هني عمارة فخرو، هنشوفها. ندخل هني، وهذا المدخل الرئيسي لعمارة فخرو. عمارة فخرو كانت مهملة سنوات، وقاموا في ترميمها الشباب خلال الفترة السابقة إعادة تأهيل. طبعا المنطقة هذه أنا اللي أحب فيها طبعا الدري هذا، طريقته، المساحة، الارتفاعات. بس شوف المكان شلون كان مهمل جدا، كان تقريبا خرابة. اليوم بعد التجديد صار متحف. الشباب مو بس رمموا، الشباب تفنتقوا بعد بالتصاميم باستخدام نفس المواد اللي موجودة. لاحظوا حتى الطوفة هذه فيها الخشب بطريقة هذه. طبعا سووا الأرضية كونكريت، بعدين حطوا حصى. ديتيلز، هذه ديتيلز هي اللي عجبتني في المكان. طبعا العمارة أشبهها أنا في مول قديم، لأن هذه كلها محلات وتشترك في الجاليري اللي احنا فيه. طبعا لا زالت اعمال الترميم قائمه، بس شوفوا خلصوا الاسقف الجميله، وهذه روشنه او لها استخدام اعتقد للتخزين. وبعدين هني يسمونها المدبسه، هذه يحطون فيها التمر، ومع الضغط يصير دبس ويمشي الدبس هني، ويصير هني بالحفره، بعدين اعتقد يطلع مكان عشان يخزنونه. هذا يسمونه المدبسة. طبعا الأدراج هذه ما أدري إذا تم تجديدها، بس أعتقد نفس ما هي، وأضافوا لها الدرابزين الخشب. الدري هذا عوي، ها؟ تشوفه من تحت؟ إيه، هذا يطيح الواحد. بس شوفوا وش سووا فوق بالسطح هني، ركبنا، ركبوا الحديد، هذه حدايد أساس تمسك الستركتشر أو الهيكل مال الدري. عمارة فخرو صراحة، أو بسميه مجمع فخرو، لأن أول كانوا يسمون كل شيء عمارة، في تخزين وفي محلات. أعتقد راح يكون لها استخدامات كجاليري أو متحف أو حتى في بعض المحلات. ففرش توها خالصة. الترميم في على قولتهم اقسام مودرن، خاصه باستخدام الارضيات والحصى اللي قاعد نشوفها بالطريقه هذه. كل هذه الجهود مشكور عليها هيئه الثقافه والاثار في مملكه البحرين على اعاده احياء التراث والاثار. شغلة هني موجودة شباب ما حد فيهم قدر يجاوبني عليها، هذا ما احنا عارفين شنو، هل هذا مرزام، هل هذا تهوية كهرباء، ما احنا عارفين.